يا الله صباح خير. أول مرة بحياتي أشوف كلب صغير. ما أدري سالفة متنقلب بس بالله شوفوا بالله شوفوا. والله ودي أسرق واحد منهم. خلنا بنزل أشوف. يلا. والله لو يلحقني والله إني بروح فيها لكن أنا سريع بإذن الله إني أنا أسرع بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لش. تعال تعال صغير تعال تعال انا جايب بجيب ولدك صغير ذا ويجعل ماش عداري شوف له شوف احس بيجي زين ويركض بس طلع سبق يلا ما وش عنوني وش عنوني تعال هلا 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 من متى عندنا تسلابة بالحارة جديد الموضوع علي والله هذه السالفة يعني ما تنقال بس والله العظيم شوف له شوف وش ذا كنا قطوة وين راح ذا؟ أعوذ بالله من كيزبنون هنا طلع هذا مزبنكم ايه خلنا نشوف الأم يمكن تلحقنا طيب ما تدرون اصبروا أين أنت؟ صغار تا والله طلعكم غصب ترى يعني تسمى الموضوع يعني والله لنشبل انتولي شوفونهم هذا هو سنوني والله حق. والله اني اقدر اجيبك ترى بس اني ما ودي يعني مرة ثانية وجبت المصطور الدجاج عشان ما يكرهوني بسم الله ترى والله العظيم اني فاضي يا رب ان الام ذي ما تهج بس والله العظيم بعطيك اكل والله 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 بعطيك اكل والله ما نبي نسوي شيء ابعطي ولدك صغير اصبري بسم الله لا لا الحقني الحقني بس هاي نادي اخوياه والله بعطيك كم أكل مو بقصدي شيء ساعات يلا هصغير ده بس خلنا نزينه له بسم الله بسم الله وين هذا تحت يا حبيب قلبي والله مو بقصدي شيء ترى والله العظيم إني بعطيك أكل عشان حتى التلابة وأنت بكرامة ما يثقون فيني يلا مالي صغيرين هنا ما هو بيخلفون صح طب ها سموا تجون تأكلون يلا كل كل افا افا شوفوا انا متاكد زين اني مجرد ما احرك دقيقه واحده انهم بياكلون كل شيء فبحطه هنا وبحط واحده هنا وواحده هنا وواحده هنا متاكد ان شاء الله بقعد خمس دقائق كذا باخذ لي دوره تشوفون ان كل شيء ماخوذ بسم الله لانهم هم الحين خايفين مني المفروض العكس بس عاد ما ادري ايش صار بالعافيه يا حبيب قلبي يا اخي ناظرني لهالدرجه ما تثق يعني مشكله انا يعني مستغرب كيف يناظرني وانا مظلل وش مركب ليزر والله ما انا مسوي شيء بلاش فيه هذا راح منكش اني اكل هناك يا الله والله العظيم انه عبيط الكلب هذا عبيط عبيط طيب بسم الله خلينا نشوف اللي هناك شوفوا بما انه يعني ما اكل هذا الصحن اباخذ لفه وبرجع شوف كنه عشانه ما يذب شوفوا بما انه يعني ما اكل هذا الصحن اباخذ لفه بالعافيه 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 عندك ترى صحن هناك اي ابشر والله ابشر باللي يرضيك ابشر والله باللي يرضيك ابدا والله بوقف ها روح بالعافيه بالعافيه والله ما نسوي شيء بالعافيه بالعافيه والله